قلت لسيادتك سؤال مهم، هل يجوز أن أدفع مالا لمن يصوم عن والدي؟ أولا فكرة أن حد يصوم عن والدي دي قائمة؟ في طبعا الفكرة دي قائمة، لأن امرأة جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: نعم صومي عن أمك، فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك يشرع لأولياء عند بعض المذاهب الفقهية، يشرع لأولياء المتوفى لو علموا أن عليه أياما لم يصمها لعذر ما. يعني الابن ممكن يصوم عن والده؟ فممكن يصوم عن أمه، عن والده وعن أمه وعن أخيه وعن، ويحج عن أبيه. هذا في يعني في الصوم يجوز، وفي الحج أيضا يجوز. تجوز النيابة عن الغير في الحج إذا قام بهذا الإنسان الذي أنوب عنه، إذا قام به عذر يمنعه من الذهاب إلى بيت الله الحرام. وكنت قد حججت أنا كنائب عنه، قد حججت عن نفسي أولا. أنا حججت لكن والدي توفاه الله قبل أن يحج. نعم. هل أستطيع أن أحج عنه؟ ما احنا قلنا في الحي، حتى في الحي الذي قام به عذر الفتوى على أنه تجوز النيابة. جميل. وكذلك في الموت، بعض الفقهاء في الحقيقة يعني كالمالكية مثلا لا يجيزون النيابة في الحج، ولا يجيزون النيابة في العبادات. العبادات هذه خاصة بشخص ما، مفروض علي أنا، وأنا أتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعت. مظبوط. والمقصود من العبادات هذه اللي توضح لنا الجانب الهدف، يعني هدف العبادة، مقصود العبادة إيه؟ قالوا مقصود العبادة والله تهذيب النفس والقيام بالشعائر. هل أنا لما أكون نائب عن فلان هل تحقق تهذيب نفس فلان الذي هو موجود على قيد الحياة؟ بالنسبة للحج الحقيقة لا، النائب هو الذي يستفيد فقط، لكن المنوب عنه هو يعني لم يذهب إلى الحج ولم يباشر الإحرام ولم يباشر الطواف ولم يباشر السعي بين الصفا والمروة ولم يباشر حتى شرب ماء زمزم ولا الصلاة في المسجد الحرام. كل هذه المعاني أو الشعائر هذه قام بها النائب الذي هو هناك وينوب عني، لكن أنا جالس في بيتي. إذن كأن الجانب الهدف المقصود العبادة لم يتحقق بالنسبة لي، مقصود العبادة من أنه فرض علي لأجل تهذيب نفسي لم يتحقق ذلك، إنما تحقق للنائب. فضلتك أميل للرأي الثاني. فأنا لا، أنا إحنا ما إحنا ماشيين في منهجية في دار الإفتاء المصري. المنهجية تقوم على أننا نراعي القول الفقهي الذي يحقق مصالح الناس. جميل. وبناء على ذلك بنختار من المذاهب الفقهية بعد دراسة وبعد تأنم ما ييسر حياة الناس، ما يؤدي إلى مصالح الناس. كويس. وفي لما يكون في مصلحة، لما يكون في رأي معين نختاره، يعتمد هذا القول بإمضاء المفتي، يعني أنا أوقع على هذا القول بأنه يفتى به في كل مسائل الدار. في وبناء على ذلك حتى أنا ألتزم بذلك، حتى ولو كنت لا يعني مش منتهي لهذا القول وفق مذهب فقهي معين، لكن بما أننا تبنيناه في معتمد الدار فأنا ملزم به. جميل. في هذا السياق إذن يجوز أن أصوم عن والدي المتوفي كقضاء أو كفر؟ نعم يجوز للإنسان. يجوز. نعم أن يصوم. وبالنسبة للحج فيه قولان، وحتى في بالنسبة للصوم أيضا. لكن احنا نتبنى أن جواز النيابة في بعد الصلاة. طيب، زوجي أقبل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه من قضاء لأيام من شهر رمضان الماضي، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهذا السؤال من رشا من الجيزة. عليه أن يقضي في ده جه عليه رمضان خلاص، بعد أن ينتهي رمضان هذا العام. وبعد عيد الفطر المبارك عليه أن يبادر بقضاء ما عليه من أيام ماضية قبل ذلك. سيادتك في التطوع والثواب، التطوع مقصود بإيه؟ ومن تطوع ومن أدى، تقصد في من تطوع خيرا فهو خير له، من تصوم خير لكم. التطوع هو الحي منصور من المين اللي بيسأل. من يعني هو كان هو فهم الصيام، ولكن التطوع هنا تقصد أياما أخرى؟ لا، آية القرآن تقول أياما معدودات، يعني شهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم. كتب في هذا الفرض، هذا الفرض كان في أيام كويس، ثم هذه الأيام بينت فيما بعد بأنها شهر رمضان. جميل. وكلمة شهر رمضان هنا لأجل استغراق حتى كلمة شهر مقرونة برمضان، يعني ما لم يقل رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لبيان أن الأيام المعدودات ليست بعض الشهر. أيوة. ليست بعض رمضان، لا هي شهر، وإنما كل الشهر. مزبوط. يعني لأجل أن يستغرق الصوم طوال الشهر. فبناء على ذلك هذه الأيام المعدودات، فمن كان يجب صومها، لكن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. الإنسان هنا مخير، الذي يعني يطيق، يعني لا يقدر على الصوم لظرف ما، لكنه أو المسافر في عند بعض العلماء في أنه مخير بين استخدام هذه الرخصة، لكن وأن تصوموا خير لكم. فكأنه عندما يعني يصوم وهو خير له، فكأنه انتقل من دائرة الخيار الأول إلى الخيار الثاني، فهو بهذه المرتبة كأنه متطوع بذلك. جميل.